أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها خلال الوحدة الرابعة وهي بعنوان أنا مبدع. إذا سأذكر في هذه الوحدة بمشروع هذه الوحدة، أهداف التقييم و بعض الأمور المهمة التي يجب أن تنتبه لها أثناء دراستك لوحدة أنا مبدع. إذن أهدافي اليوم هي وصف محتوى الوحدة، شرح أهداف التقييم والمفاهيم الرئيسة بالوحدة، ثم الحديث عن مشروع الوحدة وما يتصل بها من تكامل مع المواد الأخرى. محتوى الوحدة: تتناول هذه الوحدة موضوعاً مهماً وهو الإبداع. كما قلت عزيزي الطالب، فإن الإبداع مختلف، قد تكون مبدع في جانب معين كالرسم، كالتمثيل، كالكتابة، كالإلقاء. هذا الإبداع سوف تقوم بالتعرف عليه من خلال الموضوعات التي سنقوم بها، فقد تكون ممثل في حصة من الحصص، قد تكون أيضاً مبدع في الإلقاء أو القراءة أو حتى الكتابة والتحليل. هذا الإبداع سنتعرف عليه من خلال شرحنا لمجموعة من النصوص وهي بعناوين مختلفة، منها لبيب وتعليمات الطبيب، جبيرة ساندرا، نزهة لن أنساها، وما أجمل بروناي. كما تتضمن الوحدة مجموعة من الأنماط اللغوية كضمائر الغائب هو، هي، هما، هم، وهن. كنا قد شرحناها في الفصل الأول، وسنقوم أيضا بالتعرف عليها ومراجعتها واستخدامها في كلامنا في الفصل الثاني. الأفعال بأزمنتها: الفعل الماضي والمضارع والأمر. الكتابة حيث ستكتب قصة قصيرة بعناصرها. الشخصيات: الزمان، المكان، العقدة والحل، ولا بد أن تحتوي أيضا على حوار. التحدث: ستتحدث عن صورة، تصفها وتعبر عن قصة تطرح فيها حقا من الحقوق الإنسانية المختلفة. الوحدة بعنوان الإبداع. إذن الإبداع جوانبه مختلفة، أذكر بأنك ستطبق أبرزها وما تجد فيه نفسك كالرسم والتمثيل والكتابة والإلقاء على اختلافها. المفهوم ذو الصلة: الرسالة، ستوصل من خلال الإبداع الذي ستقوم به رسالة معينة لنا وللجمهور الذي يراك. الإنصاف والتطوير، الحقوق والقانون، قلنا أنك ستعبر عن صورة تتضمن حقوقاً إنسانية كحق العمل، حق الحياة، حق المساواة. هذه الحقوق ستراها أنت من وجهة نظرك وستعبر عنها في ثلاث أو أربع جمل، مستخدماً اللغة الفصيحة ومستخدماً المفردات التي تعلمتها. عبارة الاستقصاء: يسهم الإبداع بإيصال رسائل تشمل الحقوق والقوانين في المجتمع. لابد أن يكون لدينا أسئلة حقائق وأسئلة مفاهيمية وسؤال نقاشي. أقصد بهذه الأسئلة أن هناك أسئلة مباشرة سوف تجيب عنها بعد دراستك لمضامين هذه الوحدة، كأن تتعرف الفرق بين الحقوق والواجبات. فمثلا، من حقي أن أمارس الرعاية الصحية، من حقي أن أمارس حقي في التعليم، ولكن حتى أمارس حقي في التعليم لابد أن أكون مبدعا. من حقي أن أمارس الرعاية الصحية، ولكن هذا الشيء علي في احترام المكان الذي أوجد فيه، كما علي احترام المرافق العامة واستخدامها استخداما منصفا. الأسئلة المفاهيمية مثلا: هل نحن حاصلون على حقوق؟ ستجيب: ما هي أبرز الحقوق التي تحصل عليها؟ هل تؤدي واجباتك على أتم وجه؟ بالتأكيد هناك دائما نقطة ناقصة في واجباتنا التي نؤديها، كبيرنا وصغيرنا، سنتناقش ذلك أيضا في الحصة. السؤال النقاشي: إلى أي مدى ترعى الرسائل للناس بحقوقهم وواجباتهم؟ جميع هذه الأسئلة سوف نقوم بتضمينها للنصوص المقروءة والتي نقوم بدراستها سوية. كما ترى عزيزي الطالب، فإن أهداف التقييم متنوعة،
منها الاستماع، القراءة، التحدث والكتابة. قلنا أنك ستشاهد صورة وستعبر عنها باستخدام المفردات الجديدة، إذن التقييم هنا تحدث. قد تستمع إلى نص ومن ثم تجيب عن الأسئلة المرتبطة به محللا هذا النص، هذا استماع. ستقوم بقراءة نص والإجابة عن الأسئلة المباشرة الخاصة بهذا النص، هنا قراءة. أما الكتابة ستقوم بتحليل أو كتابة، أو قبل قليل قلت ستكتب رسالة، هذه أو الهدف من هنا سيكون كتابة. إذن كل مهمة ستقوم بها مرتبطة بهدف تقييم معين، قد يكون استماع، قراءة، تحدث وكتابة. انتقالا إلى مهارات التعلم، فلا بد أنك تجد أمامك التفكير، مهارة التفكير الناقد، وهذا من خلال المهمات الصفية التي ستحفز لديك عنصر التفكير. فمثلا قد أعرض لك صورة، ومن هذه الصورة ومن خلال الأسئلة الموجهة لك ستفكر في حل قضية أو مسألة معينة، ومن خلال أيضا العمل الجماعي التعاوني. البحث، المعرفة المعلوماتية، عند كتابتنا رسالة أو عند البحث عن موضوع معين لا بد من الرجوع إلى مصادر موثوقة لأخذ المعلومة الأكيدة منه. سأقوم بوضع المصادر لكم في صفحة الوحدة حتى تستطيعون الرجوع إلى مصادر موثوقة عند دراستنا لموضوعات هذه الوحدة. كما ترى أمامنا التكامل مع المواد الأخرى، نحن ندرس لنربط في حياتنا ولنربط مع بقية المواد. اخترت لكم مجموعة من المواد كمادة التربية الإسلامية من خلال الآية الكريمة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أما التربية الفنية وهي من خلال رسم أشكال تعبر عن الشخصيات الواردة في القصة، أو تصميم مجسمات أيضا. التربية الاجتماعية من خلال التعرف على بلدان من العالم وثقافاتهم ولغاتهم. قد نضيف أيضا مادة تكنولوجيا المعلومات، وهذا من خلال المشروعات التي تقوم بها والمتصلة بالمصادر والمواقع الإلكترونية التي تقومون باستخدامها لعرض مشروعكم بطريقة جاذبة وملفتة. ننتقل إلى مشروع الوحدة وربطه بالواقع. قلنا أن مشروع الوحدة يقوم على كتابة نهاية لقصة قرأتها، حيث تقوم بعرض القصة والوسائل التي تساعدك على كتابة نهاية للقصة التي اخترتها. فمثلا قد تعرض لنا صورا معبرة، يعني قد تضيف هذه القصة على شكل رسوم كاريكاتيرية أو رسوم معبرة وتعلق بجانب كل صورة من هذه الصور. أما الربط بالواقع فهو عن طريق التعريف بالقصة وعناصرها وتقديم نفسك وما توصلت له للآخرين عن طريق التحدث الذي سيجريه الطالب. معايير المشروع، هناك معايير مختلفة منها التحدث ومنها سلامة اللغة ومنها العمل الجماعي التعاوني. إذن ينبغي أن يشمل تحدثك على صيغ مختلفة كالصيغ المرئية والمكانية. أما سلامة اللغة فعليك أن تتحدث باللغة العربية الفصيحة من دقيقة ونصف إلى 3 دقائق، وعليك أن تحرص على العمل الجماعي التعاوني المثمر. لا بد عزيزي الطالب في أي وحدة أن نقوم بربط مع رؤية ورسالة مدرستنا العزيزة، ومن وسائل الربط ستعطيك هذه الوحدة السمات القيادية، حيث ستكون ذو مبادئ من خلال استراتيجيات تدريس الوحدة، وستتعلم قيادة العمل الجماعي، ستوزع الأدوار بين أفراد المجموعة، تتحدث نيابة عن مجموعتك، وهذا يعزز ثقتك بنفسك ويؤهلك لقيادة مستقبلية، وأيضا يطبع هذا المشروع فيك سمات القيادة ويغرسها أيضا. أما الأنشطة اللامنهجية، يعد تطبيق مشروع الوحدة نشاطا لا منهجيا يدعم المجتمع ويرتبط بقيم الوحدة، حيث تنغرس بك سمات المنفتح والمجاسف، وهي من سمات متعلم البكالوريا.
أذكر عزيزي الطالب أنني أقوم بوضع مجموعة من المصادر المتنوعة في صفحة الوحدة، والتي تجعلك أو والتي تساعدك في أخذ المعلومة الصحيحة عند القيام بأي عملية بحث. ومن مصادر هذه الوحدة وضعت لكم اليوتيوب، وضعت لكم موضوع دوت كوم وكاهوت، إضافة إلى وجود مصادر أخرى في صفحات المنصة التعليمية والمرتبطة بدرس درس، إضافة إلى المواد المرئية والأنشطة التفاعلية أيضا التي توضع في صفحات المنصة. أذكر بمصدر مهم في مادة اللغة العربية، وهو أقرأ بالعربية، والذي يحفزك على القراءة والتعلم بما يناسب المستوى الذي تستحقه. في نهاية كل وحدة لابد أن نقوم بتأمل لأبرز ما اكتسبناه خلال الدراسة. فمثلا قد نجيب على ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمال مهام التقييم النهائي؟ وأي المهارات تحتاج للممارسة؟ وما هي نتائج التعلم لهذه الوحدة؟ ما الذي كان مثيرا للدهشة؟ وما الذي ستفعله بشكل مختلف في المرات القادمة إن شاء الله؟ كانت هذه أبرز الموضوعات المتصلة بوحدة أنا مبدع. أشكر استماعكم، وأتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وحب.